حقيقة فكرة في منتهى الاحترام والجمال والرقة من الأستاذ نور، كعادة أفكاره دايماً فيما يتعلق بالفنانين أو بزملائه أو بزميلاته أو بالفن على العموم. يعني فكرة حلوة جداً جداً، لأن هي حاجة بتفرح الفنان وبتسعده، فنعملها له وهو بينا ونفرح كلنا مع بعض، ويفرح هو بنفسه وإحنا نفرح بيه. فكرة كانت حلوة قوي، وإن شاء الله إن شاء الله تتطبق. آخر ده السؤال الثالث، آخر أهم لحضرتك. لا لسه، بعد العيد الكبير بقى نتكلم. كل سنة وانت طيب. بعد الفتة نتكلم. بعد الفتة كل سنة.